طابت أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين عبر قناة الإيمان ومستمعين عبر أثير إذاعة البشائر. نرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة المباشرة على الهواء من برنامجنا الفقه الاجتماعي يسألونك عن الإنسان والحياة. لقاؤنا ينطلق معكم الآن ويستمر حتى حوالي 10 إلى 10 دقائق، ونستقبل اتصالاتكم الهاتفية لطرح الاستفسارات الفقهية والاجتماعية عبر الأرقام المبينة بعد قليل على الشاشة، وأيضا لمن يستمع إلينا 01-853-804-805-806. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر إرسال الرسائل النصية والمكتوبة على رقم الواتساب 76-64-99-19. على أمل أن تنالوا بصحبتنا الوقت الطيب والمفيد، نرحب بضيفنا في هذه الحلقة سمحت الشيخ زهير قوسان. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. العديد من الأسئلة التي وردت إلينا، نبدأ مع هذا السؤال. البارحة ورد سؤال عن الوضوء بالمستشفى، إذا كان قادر على الوضوء لعجزه، إذا لم يكن قادر على الوضوء لعجزه عن القيام. بيقول السائل: عندما كنت بالحج وأثناء المبيت بالخيمة كنا نتوضأ بقنينة ماء على المنشفة، طبعا إذا كانت أعضاء الوضوء طاهرة، حيث لفت نظري ذلك، هل هناك فائدة في هذا الموضوع؟ أو أريد لفت النظر إلى ذلك علّه تكون فائدة بهذا الموضوع. يعني هو بالأمس علقنا إن البعض قال يعني المستشفيات ما في طهارة، ما في إمكانية للوضوء، ما في إمكانية للتيمم، ما ما ما، يعني كأنه سكرنا على حالنا كل الأبواب. فأنا طرحت عدة حلول، إنه إذا المريض مثلا ما بيقدر يقوم من تخته يروح للحمام ليتوضى أو كذا، ممكن نجيب له المي ويتوضى. في أسوأ الاحتمالات إذا ممنوع من استخدام الماء لأن الماء يضر مع وضعه الصحي، فبيقدر يتيمم كمان، منجيب له شيء من التراب أو شيء من قطعة رخام أو ما شابه ذلك وبيتيمم. فالأخ عم بيأكد أنه يعني كنا بالخيمة بس ظاهر أماكن الوضوء تكون بعيدة أو شيء، فبالقنينة بيحطوا منشفة تحت لحتى المي ما تنقع، أنه بتنزل المي على المنشفة بتمتصها. نعم. باعتبار المنشفة بتمتص، فمشان ما تنقع المي بالأرض أو توصل للفرش أو كذا، بتحطوا منشفة بتمتص المي. هذه يعني واحدة من الطرق التي يمكن للإنسان أن يعالج بها بعض المشكلات التي قد تعترضه في سبيل الوضوء أو التيمم أو ما إلى حتى مولانا بالسفر البعيد، مثل ما كنا بنروح بالبر على العراق أو على سوريا، كمان بيكون في أحيانا ما في أماكن أصلا نهائيا، فكنا هيك كأخوات بالأنين بين بعضنا البعض، نستر على بعضنا وكل يعني وحدة تتوضى أساسا، يعني ما نعمل الوضوء شغلي مركي جدا. يروحوا على الحج أيام الباصات والبوسطات القديمة، كنت عمل شوية أنا بتذكرهم، بتذكر منظرهم، تلاقي الشبابيك تعول البوسطة كلها من أول البوسطة لآخرها أبريق معلقة بالشباك، ياخدوا الإبريق معهم البلاستيك، ياخدوا إبريق معهم منشان بس بدهم يطلعوا بالطريق يقضوا حاجة يتوضوا كذا، بيعبوا هالبريق بيتوضوا. نحن يعني تعودنا على الرفاهيه شوي بهالموضوع، ما دائما بدي انا اعيش رفاهيه وكذا، بدي اكون مستعد نفسيا. يعني بكبايه مي بيقدر يتوضى الانسان. كبايه مي هيدي صعبتها على بعض الناس، لان لانه بحس حاله، بقول انا اذا قصد الانسان بكبايه مي بالفعل. بمقدار كبايه بكفي للوضوء، بكفي. خلينا نجربها وبعتقد بتكفي. تعودنا على التجربه، بحكي تجربه عمليه مش مجرد نظري. لا، لذلك ورد عندنا في الروايات عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أن الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي من بعد أقوام يستقلون ذلك. نعم. يعني مد يعني 3/4 الكيلو، يعني أقل من لتر، والصاع حوالي 3 كيلو، يعني 3 لتر، هذا للغسل كله. يلا بناخذ اتصال من المستمعين. الو الو الو، ما في معنا اتصال. على كل حال اذا كانوا معنا على الهواء وانقطع الخط، بنتمنى اعاده التواصل معنا.
كنت خارج موطني، نسيت وصليت الظهر والعصر تمام، هل يجب علي الإعادة والإعادة بتكون قصرا؟ طبعا، باعتبار هو يعلم الحكم ونسي. تارة يكون جاهل بالحكم فلا شيء عليه مدام صلى وانتهى. أما إذا كان عالم بالحكم وعالم بالموضوع، يعني أنا بعرف أنه المسافر يقصر الصلاة، نعم، وأعلم أني مسافر وأني قطعت المسافة الشرعية التي توجب القصر، ومع ذلك صليت تمام سهوا ونسيانا، فعليه الإعادة. الإعادة تكون قصرا والله طبعا. تمام، حسب الحال اللي راح علينا الصلاة، اللي فاتت فيها الصلاة. نعم. طيب، سؤال، ما معنى قول الله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلهم بسيماهم، من هم هؤلاء الرجال وما معنى الأعراف؟ يعني اختلفت آراء المفسرين في مسألة الأعراف، وقالوا أن هي مكان بين الجنة والنار. وبعضهم قال أن الأشخاص الذين على الأعراف، هناك من المفسرين من يقول بأنهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يطلعون على الناس جميعا. نعم. وبعض قال لا، هم أشخاص من المؤمنين الخلص أو ما شابه ذلك، وهناك عدة أقوال في هذه المسألة. الأعراف يعني الأماكن العالية مرتفعة. المشرفة. هنا عم تحدث عن مشاهد يوم القيامة طبعا. والحساب وغيره. طيب ليش انت يعني تم لك، يعني هو في كلام، في لغط حول هذه الآية وحول تفسيرها. يعرفون بسيماهم يعني يعرفون بعلاماتهم وبوجوههم، فلذلك البعض ذهب إلى أنهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. عليهم السلام، اللي معروفين لك الناس. ذكر الله تعالى أماكن دفن أجساد البشر في الحياة الدنيا باسم القبور، ولكن عندما وصف كيفية البعث وهو الخروج يوم القيامة ذكر أماكن الخروج باسم الأجداث، ولم يكن يقل القبور كما هو مبين في الآيات. طبعا سؤال كتير، ونلاحظ بشكل واضح من الآيات أن الخروج يوم القيامة يكون من الأجداث وليس من القبور، لماذا وما هو الفرق؟ ما في فرق أجداث أو قبور، حتى وإذا القبور بعثرت. يعني الجدث هو المكان الذي فيه الجثة، اللي هو القبر أو اللحد أو ما شابه ذلك. طيب، كمان بيطرح إشكاليات أنه بالنسبة للي لم يكن له أصلا يعني جثة لحتى توضع بالقبر، شو بيسكب يكون الخروج بيوم القيامة يعني بهالحال؟ هل الله سبحانه وتعالى هو يتولى الأمر ويعيده بطريقته. يعني أحدهم سأل عن ضغطة القبر، أنه يقال في بعض الروايات أن الإنسان قد يبتلى بضغطة القبر بعد الموت. فأحدهم سأل عن زيد ابن علي بن الحسين، أنه حيث قتل وصلب ثم أحرق وذري في الهواء، أنه هذا ما له قبر، فكيف إذا كان فرضا بده يصيبه ضغط القبر هو أو أي أحد نفس الوضع فعل به كما فعل بزيد. فتأتي الرواية وتقول أن الله يأمر الهواء يضغط عليه. كذلك نحن نقول أن هذا الإنسان الذي لا قبر له، والذي مثلا تناثرت جثته وتوزعت أشلاؤه بحيث لم نجد له جثة كما يحصل في بعض الانفجارات بلى، وبعض العمليات الاستشهادية والانتحارية، حيث يفخخ نفسه الشخص ويفجر نفسه لتنفيذ عملية معينة، ولا يبقى شيء من جثته حتى تؤخذ وتدفن. فطبعا الله سبحانه وتعالى ما دام قضى على الناس جميعا أن يبعثوا، ونحن نعتقد بأن البعث يكون بالجسد والروح لا بالروح فقط، بل لابد من عود الجسد، فلذلك الله سبحانه وتعالى يتكفل بحكمته بقدرته بعلمه بطريقته بأن يجمع هذه الأشلاء ويعيدها ويبعثها. سبحان الله، كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نأخذ اتصال من المستمعين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. السلام مباركي. الله يبارك فيكم. والله هذا موضوع أنتم كنتوا عم تتحدثوا فيه
فضيلتكم أمس وبناء على أسئلة، من الملاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عندما تحدث إلى المسلمين في حجة الوداع ب 18 ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة باستخلاف علي عليه السلام بكلام صريح واضح: من كنت مولاه فهذا علي المولاه، اللهم ولي مولاه وعزي من عدا وخذ من خذله وانصر النصر، وقام الشعراء وكذا وقامت التهنئة لعلي وكان الشهود من كل الأمصار. طيب ما الذي حدث؟ لماذا 70 يوم يمر من بعد هذه الحادثة رسول الله يموت يعني يتوفى؟ فتنقلب الأمة. نعم فتنقلب الأمة. نعم 70 يوم مولانا وبعدها أشهر بوفاة فاطمة، يعني البيت النبوي خلينا نقوله بالعبارة الدارجية اللي بنحكيها، انمسح البيت النبوي، انمسح عن الخريطة وصار بلاب للسقيفة والنبي مدفون، يعني دليل عدم حرمة إن النبي لا يأجر. أول شيء تجاوز للأدب اللي مع النبي، انتخاب خلف للنبي وهو ولم يدفن النبي بعد، كله يدل على أن وفاة النبي علامة استفهام كبيرة. كيف اختفى هذا البيت خلال أشهر؟ لأنه قال علي من بعد خليفة اللي ما حدا بيلتفت له يا مولانا. أيوة. ثانيا السؤال: أن المرأة يمكن دفن المرأة مع حماها، يعني مع عمها أبو زوجها في نفس، طبعا مش نفس القبر، يعني قبر فوق، واضح واضح في نفس الموضع، يعني هل أنه فيها شيء ولا لا عادي؟ أهلا وسهلا حجنا الكريم. شكرا. يا هلا عليكم السلام. تحب تعلقوا على الجزء الأول مولانا؟ يعني هلا هذا واقع الأمة شو نساوي؟ يعني مش بس هذا الحدث الوحيد الفريد اللي لاحظنا فيه انقلاب الأمة عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وعن تعليماته، يعني نحن نلاحظ خلال مسيرتنا منذ بداية نزول الوحي على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، ونحن نرى الانقلابات على القرآن الكريم، على وحي الله، على تعاليم الله، على شرائع الله، على وصايا النبي، على وصايا الأئمة. يعني هذا ديدن البشرية. أن البشرية تبايع اليوم وتنقلب غدا. غدا صحيح. ولكن ما أخذنا وقت كتير لحتى بينت الانقلابات. هذا الملفت هذا يعني هذا الملفت. هذا بالمسيرة الإنسانية موجود منذ القديم. موجود منذ القديم، يعني قلما نجد أمة عاشت الوفاء لعهودها ومواثيقها بشكل كامل. يعني طبعا لا نعدم وجود الأوفياء، ولكن أن تفي الأمة بكاملها فهذا منذ القديم، يعني من قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله، من خلال عندما أنقذهم من فرعون وأنجاهم من عذابات فرعون وأخرجهم وخاض بهم البحر حتى استقروا واستقاموا، تركهم مدة بسيطة عاد وجدهم كذا انقلبوا وعادوا لعبادة الصنم وعبادة الوثن وما إلى ذلك. يعني هذه مسألة طبيعة البشر، يسقطون أمام بعض المغريات، يسقطون أمام بعض الرغبات التي تنازعهم والتي يمنون بها أنفسهم، فينقلبوا على عهودهم ومواثيقهم. وهذا الذي جرى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولا يزال يجري حتى يومنا هذا مع كل الزعماء والملوك. الابن الذي يخلع والده عن العرش ليحكم، هذا ديدن البشرية، الذي يغتال أو الذي كذا، هذا ديدن البشرية، هذه سنة. ونسأل الله التوفيق والتثبيت، هذا أهم شيء في طريق الحق. خوف من المقربين دايما مولانا، ولين بيكونوا مواكبين، بيكونوا يمكن معلنين إخلاصهم. أساسا أي عدو، أي عدو يريد أن يسقط كيان ما من الداخل يبدأ بالداخل. صحيح. يبدأ بالداخل. بلى. يدس ويبث العيون والجواسيس داخل الجسم، يفتك به ويسقطه. نعم.
طيب بالنسبة لسؤال الحج الثاني، هل يمكن دفن المرأة مع عمها؟ ما في مشكلة، ولا سيما بالطريقة التي الآن نلاحظها، أنه يعني ما بيوصلوا للجثة الموجودة داخل القبر، بيخلوا مسافة وبيحطوا ميت آخر، ولا هم بيعملوا طابقين وثلاث طوابق وأكثر، فما في مشكلة سواء كانوا أقرباء سواء كان أقرباء. بينهم رحم أو ليس بينهم رحم أو ما في مشكلة. يعني أحيانا في بعض المقابر وهي بسوريا يعني أنا شايفها بشكل كبير، يعني قد بتروحي مثلا بدي قبر، بتروحي قبر حتى لو ما بتعرفيهم، ما خلص هذا قبر صار له مدة من الزمن، بيبيعوا له ناس تانيين بيجيبوا موتاهم بيدفنوهم فيه كذا، خاصة إذا كان في مشاكل كمان حتى بوادي السلام يعني. بوادي السلام ما في يعني مراعاة أن والله هذا قريب هذا أو لا هذا لا في رحم بينه، خاصة بيجي كمان من كل دول العالم أحيانا بيطلبوا لا بيوصوا. ما في مشكلة بس هي الطريقة أنه بيصير أحيانا في أكثر من بيصير طبقات هلا بيحاولوا يعني يرتبوها بطريقة لا لا تضر، ضلوا الدفن شرعي. استفسار، هل تجوز الصلاة من دون وضوء في حال الإتيان بالغسل أو الاستحمام وقت فروض الصلاة؟ هلا تارة نستحم للتنظيف، لو الاستحمام العادي مثلا واحد مثل هلا متعرق وكافات عمل له دوش منشان يغسل جسمه من العرق ومن الأوساخ وكذا، فطبعا لا يجزي عن الوضوء. وتارة لا يغتسل غسلا واجبا أو بعض الأغسال المستحبة. غسل الواجب مثلا مثل غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس بالنسبة للمرأة، والأغسال المستحبة مثل غسل يوم الجمعة، غسل الإحرام أو ما أشبه ذلك من هذه الأغسال التي ثبت استحبابها. فإذا اغتسل المكلف بغسل من هذه الأغسال الواجبة أو المستحبة، نعم يجزئ عن الوضوء عند بعض الفقهاء، كما هو رأي يعني السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه ورأي السيد الخوئي وبعض فقهاء آخرين. وهناك من الفقهاء من يرى بأنه لا يغني عن الوضوء أي غسل واجبا كان أو مستحبا إلا غسل الجنابة فقط، كما هو رأي السيد الخميني والسيد الخامنئي وبعض الفقهاء الآخرين، أنه فقط غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، لكن بقية الأغسال سواء كانت واجبة أو مستحبة لابد من ضم الوضوء إليها. واضح. معنا اتصال كمان. ألو، صباح الخير حجتنا. يا هلا صباح الخير، تفضل يا شيخنا. اهلا وسهلا، عطل مبارك ان شاء الله. الله يخليك. لا نهكل الهم طالما في جني في نار، وين بده يهرب الواحد؟ اللي بده جني ربنا عارفه من هو، واللي بده النار ربنا عارفه من هو، ما حدا يهكل الهم. حاج لو سمحت توطي صوت التلفزيون او الراديو حدك حتى نسمعك بشكل افضل بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلق فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات من الصالحات منها مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الله مأجورين حاج، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك دائما. بعد الله حق. نعم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. كمان بروح لاتصال تاني. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا، إن شاء الله جمعة مباركة عليكم. وعليكم إن شاء الله. تفضل. أنتم منورين الدنيا بهالزمن الصعب، منورين علينا بالنور. الله يبارك فيكم يا رب، هذا من لطفكم. والحمد لله نحن عم ندرس
درس من عندكم، كل شيء دروسنا أخذناها من عندكم ومن السيد فضل الله رضوان. الله يتقبل من الجميع منا ومنكم إن شاء الله. لو سمحت مولانا، لي أختي أنه طب ليكي قالت لي مازال الوضوء أنه أغسلوا يديكم، فيني حط كوع يعني من كوعي لأيدي كلها تحت الحنفية بدون ما أخذ من هالكف لهالكف؟ أي ما في مشكلة، ما في مشكلة. يعني إذا واحد فات الحنفية حط إيده تحت الحنفية وغسلها من فوق لتحت، من فوق بحيث لتحت وصل المي لكامل اليد التي ينبغي أن تغسل. نعم. ونفس الشيء حط إيد الثانية أيه. وثم مسح على رأسه ورجله، ما في مشكلة. شكرا كثير، طول بعمركم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بس طبعا بده يراعى أنه من إيه طبعا بالطريقة المعتبرة يعني من الأعلى إلى الأسفل، مش بشكل عشوائي. لا لا. طيب نعود إلى الأسئلة عبر رقم الواتساب. مولانا، ما تفسير ما حدث في ليبيا من سيول مخيفة؟ والبعض يقول أنه قد يكون عقاب يعني بطريقة ما، هل ممكن نشهد هذه الكوارث أو نفهم أنه هي عقابات؟ يعني هلا دائما إذا بدنا نتكلم بالعقاب قد يرد علينا أنه طيب بعض الناس مذنبين وما صار لهم ومجرمين ما وصلهم، وفي ناس أجرموا أكثر من هيك وما صار عليهم شيء، وفي ناس من اللي أصابهم هذا الزلزال ما لهم ذنب، أبرياء طيبين مؤمنين مخلصين. طيب شو مسألة أن نتكلم بدرس قاطع أن هذا عقاب من الله؟ هذا ما لا نملك دليلا على ذلك. نعم نحن نقول ظهر كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا نتيجة أعمالنا، نتيجة سلوكنا. يعني اليوم صحيح هاي قد يقول قائل إن نحن شو بنقدر نوقف بوش المطر الغزير الذي هطل في أقل من 24 ساعة نزلت هالكمية الرهيبة من الأمطار فكيف نحن فينا نوقف بوجهها لحتى يكون تقصيرنا؟ في أكثر من سبب. عبثنا بالطبيعة هو اللي بدل المناخات، عبثنا بالأرض بيخلي يصير فيه هزات وزلازل أحيانا وهي الصفائح تتحرك بشكل غير طبيعي أو بشكل غير محسوب. هلأ في أسباب عديدة. هلأ نعم لابد أن نتعظ، لابد أن نعتبر مما يجري ونحاول أن نعيد النظر في كل حساباتنا وفي كل أعمالنا وفي كل سلوكنا، بحيث إن كان عذابا من الله سبحانه وتعالى فلنأخذ العبرة 100%. وإن كان أمر طبيعي لا هي ليس مش ضرورة يكون للكل عذاب، وأحيانا الله سبحانه وتعالى يأخذ الجميع بجرم واحد لسكوتهم لمداهنتهم لعدم اكتراثهم لعدم توليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل هذه أمور كثيرة وأسباب مختلفة، فلذلك نحن ما بدنا نفوت بهذا الجدل ونقول هذا عقاب. طيب ليش هاي الأمة عم تتعاقب الأمة الثانية؟ مثلا هاي الكيان الصهيوني الغاصب، مظبوط، لماذا لا يعاقب؟ كله هو قائم على الجريمة، قائم على الفساد، قائم على القتل، قائم على الإرهاب. ليش صار السيول بغزة ما صارت بتل أبيب مثلا؟ يعني قد البعض يتساءل هيك أنه شو يعني أهل غزة بيستحقوا العقاب وأهل تل أبيب ما بيستحقوا العقاب؟ نعم. حتى استمرت العاصفة ووصلت لغزة وجرفت بيوت عشرات البيوت وصار في ضحايا. طيب ما سمعنا بتل أبيب، ما سمعنا بكذا. هلا هاي أمور فما فينا نحن نجي ندخل ونقول الله قطعاً هذا عقاب وعذاب. بس هو في أسباب موضوعية مثل ما ذكرت مولانا، لأنه اليوم بيّن بليبيا فضيحة أعلن عنها أن السدود كان فيها فساد، يعني لما أقيمت هذه لا هذه نقول أنه هذا مؤشر مثلاً بما كسبت أيديهم من فساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني أنه بفتح تحقيق عم بيقول في تحقيقات السدود وفي كان كذا. لازم تصد هيدا الموضوع، ولكن كان في خلل. ما هذا هو أدى إلى اليوم نحن بنرتكب الذنب ونرجع بنقول ليش صار فينا هيك. بلا. يعني أنا مثلا لما بطلع بسيارتي بعكس السير وبصير معي حادث بقول ليش صار معي حادث، شو الله عم بيعاقبني؟ أنت جبت لحالك، أنت خالفت، أو أنت عم سوق التليفون بإيدي اللي هلا دارج أكتر. فذلك دائما هل الله سبحانه وتعالى ممكن يعاقب الناس
بيرسل عليهم بعض البلاءات. بس بهالزمن هلا ما عدنا نشهد مثل ما كان قبل. ما في مثل السابق حدثنا، خصوصا انه في بعض الايات التي تعرضت لهذا، انه هذه السنة رفعت ما دام هناك استغفار. والله العالم. فاحنا ليش بدنا نجي نجزم نقول هذا والله الله عم بيعاقب هالقوم؟ طيب مثلا بيجي بعض بيقول لك شفتوا معناتها ايران بيستحقوا العقاب. زمان صار زلازل القرى بكاملها اختفت 100% وابتلعتها الارض. طيب يعني اذا بدنا نحكي بهالمنطق معناتها من حق البعض يجوا يتهمونا شفتوا لانكم انتم منحرفين، لانكم انتم مجرمين، لانكم كذا، الله عم بيعاقبكم بالدنيا وخسف فيكم الارض. لا، ما بالضروره دائما يكون هذا عقاب، لكن نحن سوء استخدامنا للطبيعة وموارد الطبيعة، سوء تصرفنا وتعاطينا مع الطبيعة عم بيؤدي إلى تقلبات بالمناخ، عم بيؤدي إلى انحسار. يعني مثلا لما بيصير في جفاف كمان بسبب قلة الأمطار، طيب قديش عم بيموت ناس، قديش عم بتموت حيوانات نحن بحاجتها عم نروح نخسرها، الغطاء الأخضر قديش عم بيروح مزروعات ونباتات عم نخسر محاصيلنا الزراعية، وبالتالي عم بيصير في عنا شح بالمواد الغذائية، عم بيصير في عنا حالات فقر ومجاعة، وبتبلش الناس تموت من الفقر، تموت من الجوع، تموت من العطش. نجي مندور بخلفيات الأمور منلاقي سوء تصرفنا، سوء استخدامنا، سوء تعاطينا مع البيئة هو اللي أوصلنا لهون. إذا نحن اللي عم نعذب أنفسنا ونحن عم نعاقب أنفسنا. الله تاركنا عم نشتغل بهذا، الله أمرنا قال هذه الأرض اسعوا فيها وعمروها وأحيوها ولا تفسدوا فيها. نحن ما التزمنا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. بس مولانا ليذيقهم، يعني كأنه بيبين أنه فعل شيء، في شيء من الله عز وجل. لا، ما هو فعل ورد فعل، علة ومعلول. أكيد أول سبب شيء ونتيجة. ذكر الفساد، فهذا السبب هو إفسادنا، إخلالنا، تعدينا على الحدود، تقصيرنا في شيء كثير. فهذه الأسباب والمقدمات لابد أن نرى النتائج. ليذيقهم يعني ليروا نتيجة ما أفسدوا، نتيجة ما أخلوا، نتيجة الفوضى التي كانوا يمارسونها، فلابد أن يروا نتيجة أعمالهم. نتابع مع المستمعين والمشاهدين. طبعا نحن مستمرين معكم لحوال الساعة 10 إلى 10 دقائق. رقم الواتساب 76 64 94 19، وأرقام الهاتف الأرضية 01 853 804 56، والكل عم بيتابعون عبر القناة. طبعا الأرقام مبينة على الشاشة أمامهم. أيضا إلى أسئلة أخرى بين أيدينا مولانا، هل الفتن كانت على زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ طبعا نفس وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فتنة، فمنهم من آمن فنجح، ومنهم من كفر به وكذبه ففشل. يعني كان هذا اختبار مصداق مصداق. يعني الله عز وجل عندما يقول ألف لام ميم، يعني هل يمكن للإنسان بحياته بده يختبر، بده حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهم لا يفتنون أي لا يختبرون. فالله امتحننا ببعث النبي والأنبياء والرسل من قبله. الله امتحننا وفتننا بالأئمة، ولذلك منشوف ناس وافقت وناس انقلبت كما ذكر بالبداية. الأخ في البداية هذه فتنة، هذه فتنة ليرى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى من يثبت ومن ينقلب. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه فتنة سبحان الله. والله هذا النداء الذي بدأ الناس ينادون به قتل محمد، قتل محمد في موقعة أحد. فوجدنا بعض الناس ثبتوا وبقوا إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله، وبقوا في جاف المعركة، وبعض الناس دغري انقلبوا فروا وبدأوا ينادون اطلبوا لنا اطلبوا لنا أمانا عند أبي سفيان. فيقال أن بعض الهاربين من ساحة الميدان
مروا بجريح من جرح المعركة لا يزال به رمق، فمسك بثوب أحدهم وقال لهم إلى أين؟ قال له إن محمد قد مات. فقال لهم إن كان محمد قد مات فدينه لم يمت، فقاتلوا دون دينكم. إذن في ناس ثبتت وفي ناس انقلبت، هذه فتنة، كلها فتن. يعني نعم الفتن كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان قصده يمكن الفتن القتال، يعني لأنه حتى الفتنة يعني هي إثارة الفتنة، يعني التحريض كذلك كانت موجودة، كذلك كانت موجودة. وإلا الناس الذين كانوا يحرضون البعض على عدم الالتزام، الذين كانوا يحرضون البعض على أذية النبي صلى الله عليه وآله، الذين كانوا يحرضون الصبية والسفهاء على رمي النبي بالأوساخ والقاذورات عندما كان يأتي ليبشر ويدعو إلى دين الله وإلى دين التوحيد، الذين كانوا يحرضون على عدم الاستماع والإصغاء إلى تلاوة الآيات عندما يتلوها بعد أن يتنزل بها الوحي عليه. فهذه كلها فتنة، إثارة فتنة، إثارة نعرات، يعني كل هاي موجودة. وما دام الإنسان موجود في حياة في الدنيا هو معرض للفتنة أن تكون موجودة. نعم. الحروب التي تحدث بين القبائل هل تعتبر من الفتن؟ وهلأ يعني الأخ السائل ضارب مثل ما يحدث اليوم بعين الحلوة بالصيدة، كل فتن كمان، كل من الفتن، سواء الحروب التي كانت تحصل سابقا بين القبائل والعشائر أو اليوم بعضهم يغزو بعض، ونفس الشيء طورت اليوم الوسائل، لأنه اليوم نحن لما أنا بتخذ موقع وفي طرف بالمقابل بتخذ موقع آخر، إما بيدخل طرف ثالث بيناتنا وبيحرضنا على بعض، أو نحن لطمع عندي أو طمع عند الفريق الآخر، كل منا يسعى للسلطة، كل منا يسعى لكسب المغانم، سواء مال أو مناصب. جاه أو منصب أو كرسي أو زعامة أو قيادة أو ما إلى ذلك. فمعظم الحروب الآن، الحروب التي تدور بين البشر، بين الدول، أكثرها مثلا بشوف صراع على النفط والغاز، صراع على الماء، صراع على مواقع استراتيجية بالقرار. يعني مثلا اليوم أمريكا لما بدها تخضع كل العالم لقرارها وبتخوض الحروب وبتحرض دولة على دولة، بلا دول بتحارب عنا كمان مثل ما صاير اليوم، بحرضوا بعضهم ليه؟ لحتى تضعف الجميع وتبقى هي تتسيد لتسود. بالمقابل الاتحاد السوفيتي عندما كان. الآن روسيا وسائر الدول. بدولنا العربية والإسلامية كمان موجود، منشوف اليوم بتشوفي دائما تاركين بؤرة على الحدود، توترات. بؤرة على الحدود ما محسوم أمرها. ليش؟ مشان هاي كل كم يوم يحركوها ويبعتوا من خلالها رسائل لبعضنا البعض، وهيك وحتى مثل بين ما حصل فينا اليوم بلبنان كمان وبين الشعوب وما يجري الآن في عين الحلوة بين الأخوة الفلسطينيين كمان فتنة، هو فتنة وفتنة شديدة جدا، لأنها تصرف النظر عن القضية، عن القضية الفلسطينية اللي هي القضية الأساس والقضية الأم والقضية المركزية، وتلفت النظر عن العدو الحقيقي وتصنع لنا أعداء من داخلنا من جسمنا. يعني بتجعل الجسد الواحد يعادي بعضه بعضه. وهذا مما يؤسف له، عدا أنه يعني كمان نكبة جديدة لهالشعب اللي كان قاعد عم يجع يتشتت ويظهر لبرا، وللأسف تروح كل أرزاقه وكل موارده. معنا اتصال، ناخذ اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. عليكم السلام ورحمة الله. بس أنا إلي رجاء خاص أنه ما تخلونا نطول على التليفون، لأنه بتعطوا بالأيام الكرت شوي غالي، رجاء يعني إلي رجاء خاص. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا، بالنسبة لصلاة الجمعة تقام بمسجد الحسنين عليه السلام ووباء المساجد، شو في فرق بين الركعتين يلي تصلى والجمعة، قصدي الجمعة تصلى بالحسنين والجماعة؟ هلا انا مثلا انا من مقلدين سيد محمد رحمه الله عليه،
ما تصلي أمرار الجمعة بالحسنان. في أي إشكال إذا تصلي بعد المساجد أرجو التوضيح. شكرا إن شاء الله. أهلا وسهلا. يا هلا تفضل. طبعا بالنسبة لصلاة الجمعة، أولا بالنسبة للمرأة لا يجب عليها السعي لحضور الجمعة. لا يجب على المرأة السعي لحضور الجمعة حتى لو كانت بإمامة الإمام المعصوم. يعني لا يجب على المرأة أن تسعى لحضور الجمعة، لكن لو سعت وشاركت أجزأتها عن الظهر ولا إشكال فيها. فلذلك بالنسبة للأخت السائلة لا يضر إذا صلت صلاة الجمعة حتى لو كانت من مقلدي سماحة السيد فضل الله الذي يقول إذا أقيمت الجمعة بشرائطها لابد من الالتحاق بها، لكن بما أن المرأة ليست مطالبة وليست مكلفة بالسعي لحضور الجمعة فيمكن لها أن تحضر الجمعة في الحسنين كما تقول، ويمكن لها أن تصلي الظهر في أي مسجد من المساجد أو في بيتها إذا لم ترد أن تصليها جماعة أو ما شابه ذلك، ولا إشكال في صلاتها. نعود إلى الأسئلة اللي عم تردنا من المستمعين والمشاهدين. كمان رأيي هيك يعني بيطرح إشكالية، لماذا بذكرى وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله من عمل لا مجالس ولا مضيفات كما وقت الإمام الحسين عليه السلام، ذكرى الإمام الحسين عليه السلام؟ يعني سبحان الله الإمام الحسين أخذ له جو، جذب كل الأضواء. يعني طبعا نحن أنا شخصيا أشعر بشيء من التقصير. يعني مفروض نحن ما بالضرورة نعمل 10 أيام وأربعين يوم مثل ما بنعمل بذكرى عاشوراء وذكرى الأربعين وما شابه ذلك، ولكن على الأقل يكون في شيء مظهر يبين أنه والله نحن عم نحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هلأ بمضائف أو بغيرها. يعني أساسا أنا فكرة المضائف ما كتير بحبذها حتى في أيام عاشوراء بهذا الشكل الكبير وبهذا الكم الكثير اللي عم يزيد كل سنة. كل سنة عن السنة مصبوط. أنا بشوف أنه لو نستبدله بتكون تطعمه على حب أهل البيت، على حب الحسين، على حب النبي، على حب الأمير، على حب السيدة الزهراء، لا بأس، لكن مش بالضرورة نجعل الشوارع كلها والساحات كلها مضائف وما إلى ذلك. لكن الناس ألفت هذا الأمر ومرتاحين على وضعهم، خير إن شاء الله، الله يجزيهم الخير ويأجرهم ويثيبهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما معودين يعني، بس لازم هلا لازم نعمل شيء يعني، بس مش بالضرورة يعني مضائف أكيد بس على الأقل ما تمرق المناسبة مولانا وتحس إنه ما في شيء يعني، حتى يافطة ما عم بنشوف أحيانا ولا شيء ولا شيء ما بعرف شو بدنا نقول يعني، ولا مجالس خاصة بهالموضوع يعني هيدا. على كل حال وهو علم أنه الكل أبو الإسلام يعني. الكل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحسين إن كان فيه شيء فلأنه صبت رسول الله وامتداد لرسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. يعني الله يسامحنا على هذا التقصير. فنحن عم نختصر الجميع بالحسين، نشتغل بهذا، عم نختصر الرسول والأئمة وكذا كلهم بالحسين. مزبوط. عليه سلام الله. مولانا هل تجوز الصلاة بآيات معدودة بدل قراءة السورة في الفرائض الواجبة والنوافل؟ بحسب رأي سماحة السيد فضل الله لا يجب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة حتى في الفرائض اليومية، بل يمكن للمصلي أن يأتي بسورة الفاتحة ثم يقرأ آيات، يقرأ بضع آيات من أي سورة يشاء، وصلاته صحيحة ولا إشكال فيها. هل يجوز أكل فواكه البحر مثل القمرون؟ هلا ما بعرف شو هو، بس كل ثمار البحر بحسب فتوى سماحة السيد فضل الله ما لم يثبت أنها مضرة بجسم الإنسان ومؤذية للإنسان يجوز أكلها ولا شيء فيها. طيب هل خروج المرأة بدون جوارب حرام؟ يعني فقط بمقدار القدمين ما في مشكل، مما هو ما في عنه بالصلاة دايما بنقول. أما أزيد من القدمين ما بيجوز. يعني من كمان على رأي سمحت السيد يعني إيه طبعا فتوى سمحت السيد، وإلا حسب رأي بعض الفقهاء الآخرين حتى القدمين لا يجوز أن تظهر أمام الأجنبي بدون جورب أو بدون ستر وغطاء.
يعني حتى القضاء. طيب بنتابع مع المشاهدين والمستمعين أيضا. سؤال طويل شوي بس خلينا نطرحه. أنا مربية نحل ولي 3 خلايا نحل في البيت. بهالأيام هناك هجوم على النحل من قبل أعداء صينية، وطبعا هذه الأخيرة تأخذ النحل وتأكل معدته وهي تربك الخلية، ولا يقومون بعملهم كما يجب وتسبب لهم أمراض. وحتى أحميهم من هذا هناك فخ معين يصنع من الخمر والبيرة للنحل. هل لي أن أتعامل بهذا الفخ وأشتريه لحماية النحل؟ لأنه الوقت المناسب للنحل حتى يتجمعوا أو يجمعوا الكثير من الرحيق قبل أن يأتي الشتاء هو في هذا الوقت. واضح السؤال مولانا؟ لا واضح السؤال، أنه في دواء معين في خمر بيحمي وبيرة، ولكن هو النحل رح يرجع بعدين يمكن ينقله للعسل، ما بعرف. هل حتى لو فرضنا يعني هل أول شيء بدنا نشوف نحن أنه فعلاً ما في عنا علاج إلا هذا وفي عنا هالخلايا هاي بدنا نحميها؟ فهون إذا فعلا لا يوجد أي علاج إلا هذا، نعم، وهذا كان لحماية الخلايا، وطبعا الخلايا هذه مال ورزق، يعني بدي يحميه. مثل إذا واحد زارع له قطعة أرض وفي حشرة عم تيجي تاكلها او تفتك فيها، بده يقضي عليها لحتى يحافظ على محصوله، يحافظ على الموسم. لا عفوا، هون في استطراد مولانا، رجع هذا الدواء للنحل مش للنحل، للاعداء اللي هن بيجوا ليفترسوا النحل. ايه بس هو سؤاله بيقدر يشتري للدواء، هو هذا عم نقول احنا. اذا فرضنا فعلا كان هذا نوع دواء ونوع وسيلة للحماية ولا يوجد أي وسيلة أخرى سواها واضطر إليها الإنسان، فالضرورات تبيح المحظورات على القاعدة. ممكن يشتري حتى لو فيها، يعني لو دخل لها هيدا الموضوع، ما ضروري يأخذها بعنوان البيع والشراء، يستوهبها مقابل رفع اليد يعطي شيء. بس أول شيء بده يعني يكون بده يبحث جرب عن كل وسيلة الوسائل. طبعا، لأنه الخمر لا يجوز مقاربته بشكل من الأشكال. نعم. طيب لو عقد أحدهم عقدا منقطعا على امرأة لديها بنات، هل البنات محرمون عليه سواء كانوا بالغين راشدين أو قصار؟ طبعا، مجرد ما عقد على أمهم هو زوج أم. إيه، صار زوج أم، صاروا هن ربائب، ولا فرق بين العقد المنقطع أو العقد الدائم. حتى لو بعدين انتهى العقد بيضل حتى لو انتهى قام. العقد ما دام صار في عقد وزواج ودخول خلص. أما لو فقط عقد، عقد على الأم وطلقها أو فارقها بدون أن يحصل أي شيء، فلا. بالنسبة للبنت بعكس العقد على البنت، لو عقد على البنت تصبح الأم محرمة عليه مؤبدا حتى لو كان مجرد عقد. أما العقد على الأم يختلف. وضحت. كمان نفس السائل، هل يجوز الجلوس أمام زوج الأم بزواج مؤقت بدون حجاب؟ قلنا خلص إنه طبعا بالنهاية صارت هي صارت حلال. ربيبة. صارت بمثابة بنته. نعم. مسلمة غير ملتزمة لا بصلاة ولا بصوم، تزوجت من غير دينها ومن الذين لا يؤمنون بأي دين، ولكن عندما أرادت أن تتزوج اعترض بعض الأقارب فرضخت على أن الذي أرادت أن تتزوجه فرضت عليه أنه يسلم، وقالت أنه أن نطق بالشهادتين قبل كتب الكتاب وتزوجها زواج إسلامي، لكن سلوكها وعدم معرفتها بالإسلام تدل على أن الزوجة لن يعرف شيئا من الإسلام، لا حاضرا ولا مستقبلا. ماذا تقولون عن هذا الزواج؟ واحدة من الإشكالات التي نواجهها في واقعنا. نعم. يعني كثير من الأخوات ومن النساء تتعرف على شاب غير مسلم و ترغب بالزواج منه، فأحيانا بيجي منشان يرضي أهله أهلها، منشان يوافقوا كذا، بيقول أنا أسلمت، بينطق الشهادتين. بينطق الشهادتين. هلأ هو إذا بدنا نجي للحكم الشرعي الذي يقول أنه النطق بالشهادتين أسلم، يعني إظهار الإسلام. هل أما في باطنه في واقعه هل هو فعلا نطق بالشهادتين إيمانا وهو جاد فيما يقول وقاصد لما يقول، ولا مجرد لقلقة لسان؟ مزبوط.
فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أقول بأنه والعقد شو بهالحالة يعني؟ بهالحالة إذا أظهر الإسلام بالنطق بالشهادتين ولم نستطع أن نتحقق من أنه جاد أو ليس بجاد، فنبني على الظاهر. نبني على الظاهر، وخصوصا إذا سئل أنه أنت جاد قال نعم، حتى لو كان يكذب علينا شو بعرفنا، فنبني على الظاهر وبالتالي العقد صحيح. ولكن أنا برأيي أن نحتاط في هذه المسألة، يعني ما نكتفي بمجرد أنه والله بس نحاصره أو نضغط عليه يقول إيه يلا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني لابد أن نلمس شيء من الجدية، ويجب أنه يلتزم بال. هلا هو يجب أن يلتزم، نعم يجب أن يلتزم وغيره يعني، نعم يجب أن يلتزم، ولكن لو لم يلتزم هل هذا يعني أنه ليس بمسلم؟ لا، مثل كثير من المسلمين اللي هن يعني واضح إسلامهم بس ما ملتزمين بشيء من فرائض الإسلام. مزبوط، سواء رجال أو نساء. مش هناك يمكن هون السؤال، أنا عم بقوله أنه هي أصلا غير ملتزمة، فكأنه ما بيهمها. الصح ما بيهمها، بس كمان هلأ في كثير ناس ما هم ملتزمين رجال أو نساء، بس بيقول لك لا كل شيء إلا أنا مسلم، أنا شيعي، أنا سني، أنا كذا. يعني هاي العناوين كتير بتعني له، كتير بتهمه، مع أنه بنقول له أنت شو خصك يعني بالإسلام، شو علاقتك بالإسلام؟ ما أنت لا صلاة ولا صوم ولا بتحلل ولا بتحرم ولا كذا ولا كذا، بس حامل لي كلمة أنا شيعي أو أنا سني أو أنا حنفي أو أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا مالكي. بيقول لك إيه كل شيء، هاي العناوين ما مقدسة، ما بيصير تنمس. تلاقي بيحافظ على العناوين بس ما عنده أي ارتباط بما يجب أن يلتزمه من خلال انتمائه أو انتسابه. فهلا هو يبقى مسلم، غايته نتعامل معه على أساس أنه مسلم، غايته هو مقصر بواجباته، فاسق، مذنب، شو بدك تسميه سميه، بس خلص مسلم. ونفس الشيء هذا الإنسان، فرضي هو فعلا نطق بالشهادتين وقاصد المعنى بس ما التزم، نقول صار مسلم، غايته مسلم غير ملتزم. مولانا هون بيقول البعض انه يعني يتم القبول بهالصوره احسن ما يروحوا لزواج مدني، لانه كتار يمكن لما عم بيلاقوا هيدي العقبه قدامهم. هلا شوف، هي المشكله انه لا لازم يسلم حتى يتزوجها، المشكله مش مساله ان يلجا الى الزواج المدني او ما يلجا للزواج المدني. يعني حتى لو راح للزواج المدني، من الا لهي المسلمه، حتى لو بدك تتزوجي زواج مدني، صحيح أن الزواج المدني لا يشترط وحدة الدين بين الزوج والزوجة، ولكن أنت بعدك مسلمة راح تروحي إلى زواج مدني، كمان راح يكون زواجك الإشكالية باطل. ما الإشكالية تبقى، الإشكالية تبقى. يعني لا إذا جبتي على المحكمة الشرعية وهو باق على ديانته الغير إسلامية أو على إلحاده إن لم يكن يدين بأي دين من الديانات. نعم، فنفس الشيء ما بيجوز الزواج به لا مدنيا ولا ما عملنا شيء وفق المحاكم أو غيرها. حالة يمكن ملاحظة بس لكل الأفراد اللي الحالة العاطفية بتطغى عليهم وبيصيروا يروحوا لهذه الخيارات، يلتفتوا أنه بكرة قد ينتج عن هذا الزواج أولاد، العلاقة كل العلاقة، أيوة حتى العلاقة وبعدين كمان الأولاد رح يديعوا، الأولاد غير شرعيين، أي دين رح يكونوا عليه. فنوسع شوي دائرة يعني التفكير. قبل ما أختم بس، لأنه هذا السؤال في اضطرار، سحبت أموالي التي كانت مودعة في البنك، وجدت فيها أموال ذات قيمة مضافة على الأصل، مع العلم أن البنك يضع أمواله في الاستثمار، هل يجوز لي أخذ هذه القيمة المضافة من المال أم هي مال ربا؟ يعني على فرض أنه البنك أعطاه زيادة على المال الذي كان قد أودعه بدون أن يشترط عليهم، فلا شيء عليه ويجوز له أن يأخذ هذه الزيادة وما في مشكلة. نعم، شكرا لكم سمحت شيخ زهير قوصان على كل ما قدمتموه للمتابعين في هذه الحلقة. شكرا أيضا لمن تابعنا من مشاهدين عبر قناة الإيمان ومستمعين عبر أثير إذاعة البشائر. نطلع عليكم من جديد إن شاء الله يوم الاثنين المقبل في حلقات مباشرة من برنامجنا هذا. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، السلام عليكم.